مدننا التي نعيش فيها مليئة بالأبنية العريقة أو التاريخية الهامة لسبب أو لآخر، ولكنها يبدو وكأنها تختفي، تهدم لتظهر مكانها أبنية جديدة أو صروح جديدة، ونشعر وكأننا ربما لا نستطيع القيام بأي شيء في وجه هذه العملية التي تأكل الكثير من تراث مدننا. هذا الكلام في الواقع غير دقيق، خصوصا في عالم اليوم، والدليل موجود في مدينة بورسعيد المصرية، حيث حسني مسلم وهو مصور فوتوغرافي مهتم بالتراث وأطلق حملة سماها بالإنجليزية Which Remain، يعني ما تبقى، يتحدث عما تبقى من مدينة بورسعيد. حسني معنا الآن عبر الإنترنت من مدينة بورسعيد، وسنطلب منه أن يشرح لنا تفاصيل حملته. حسني، أهلا وسهلا بك. ما الذي يخيفك على بورسعيد؟ لماذا أطلقت الحملة؟ Which Remains هو بروجكت موبايل فوتوغرافي بدأ من حوالي شهر ونص، كان تصوير ما تبقى من بورسعيد، من محلات، من مباني، من علامات، من يافطة، من التفاصيل الخشبية بتاعت المباني الخشبية في بورسعيد. كانت فكرة البروجكت إن كل يوم بينزل صورة جديدة عن بورسعيد، عن أماكن موجودة ما بيننا وفي وسطنا، بتنزل بحالتها دلوقتي، حالتها المهملة، سواء حالتها المهملة أو حالتها الجيدة على حسب مالك المكان. الناس بدأت تتفاعل مع البروجكت لأنهم بدأوا يشوفوا حاجات هي موجودة حواليهم بس مش واخدين بالهم منها. بدأوا يلاقوا بورسعيد فيها أماكن جميلة جدا، فيها مباني قديمة ليها تاريخ، بدأوا يحسوا إن بورسعيد ليها تاريخ فعلا، ليها حضارتها، ليها روحها. هل تقصد انه كان هناك شك لدى ابناء المدينه بقيمه مدينتهم التاريخيه او الحضاريه؟ اعتقد ان البروجكت فرق في النقطه دي، ان هو لمس ناس عاديه كتير جدا ما كانتش مهتمه. في الوسط بتاعنا الناس المهتمين عارفين قد ايه قيمه بورسعيد، عارفين قد ايه بورسعيد ليها تاريخ، عارفين قيمه المباني التراثيه، وبنتضايق جدا وبنزعل جدا على مبنى بتتهد او مبنى بيقع. لكن المميز في البروجكت او تفاعل الناس العامه معاه، اللي هي ما كانتش حاسه ده او ما كانتش مهتمه بيه، بداوا يهتموا، بداوا ياخدوا بالهم ان في فعلا اماكن تراثيه في بورسعيد، ان بورسعيد ليها تاريخ، ليها حضارتها، ليها روحها الفنيه وليها روحها الثقافيه الخاصه بيها. طيب، هل يبدو لي وكأنه الحملة انتقلت إلى مرحلة جديدة ربما حتى عن غير قصد، يعني صرتم تبحثون عن الأبنية المهددة بالهدم أو المهددة بالتخريب في محاولة لإنقاذها، صح؟ طول الوقت المباني مهددة، بس اللي حصل أثناء تصوير البروجكت كان في بعض الأماكن اللي منتظر إن أنا أنزلها خلال الأيام اللي بتعرض فيها الصور على الفيسبوك، فوجئت في يوم من الايام ان انا المباني دي مش موجوده. يعني في صوره انا صورتها من اسبوع، بعدها باسبوع بالظبط المبنى مش موجود. فهنا بقت اللي حصل ان البروجكت بقى متزامن مع الهدف، فهنا بقت الخطوره بدات تبقى اكتر، او الناس تحس ان في خطوره فعلا. طيب، بس فقط خلينا نوضح هذه النقطة، عندما تقول أنه المبنى لم يعد موجود، يعني أخذت صورة وبعد أسبوع ليس هناك مبنى، طبعا المبنى هدم وليس انهار لوحده. لا هدم، تم هدم. وكمان في يوم من أيام البروجكت أنا رفضت تنزيل الصورة وسميت اليوم ده حداد، ونزلت صورة مبنى بيتهد فعلا، يعني في عمال بيكسروا بيهدوا المبنى. وأنت تتحدث طبعا عن مباني تاريخية أو مباني لها على الأقل قيمة ثقافية تاريخية في بورسعيد. بيرجع تاريخ بنائها ل 1890 1892 لغاية الثمانينات من القرن الماضي. نعم، وهذه في الواقع يعني بعض هذه الأبنية، يعني مدينة بورسعيد ليست مدينة قديمة جدا، وبالتالي كل بناء فيها يمكن أن يكون من الأبنية الأولى التي بنيت فيها. الفكرة كلها ان معظم المباني ديت اللي بناها اليونانيين والايطاليين والفرنسيين، وفي مباني انجليزية كمان موجودة في بورسعيد، فليها روحها الخاصة المختلفة عن بقية المحافظات في مصر. طيب حسني، ما الذي جعلكم انتم تقومون بهذه الحملة؟ يعني السلطات مثلا، أليس هناك ربما حكومة تقوم بدورها في هذا المجال؟ لا، ما افتكرش. في بعض الجهات الحكومية ولكن ما بتقومش بدورها. في جهات حكومية مختصة
بمثل هذه المباني زي لجنة التنسيق الحضاري، ولكن دورها مش فعال، ما هي صاحبة قرار، هي مجرد بس موجودة لكن ملهاش دور فعال في حماية التراث. يعني أنا واثق ربما لو سألتهم سيقولون كلاما مخالفا تماما، سيقولون إنهم يقومون في الواقع بحماية التراث. هم هيقولوا كده، لكن اللي بيبقى في تلاعب بالقانون، وعملية الهدد وعملية هدم المباني بتتم بشكل قانوني على الأوراق أمام الحكومة يعني. وما المشكلة إذا كان الأمر يتم بشكل قانوني؟ يعني ربما قد يبدو ما يحدث أنه أبنية أنت تريدها أن تظل، ولكن هناك من يرى أنه يجب أن تزال، ربما هي مجرد آراء بين أبناء المدينة. مجرد آراء، هي فعلا أنا عندي أهداف لحماية تاريخ البلد، حماية التراث، أهداف كلها معنوية، ما بتقف قدام أهداف رأسمالية بحتة، اللي هي بتتمثل في المقاولين، بتتمثل في المستثمرين، اللي هو بيشوف إن المبنى ده ملوش أي قيمة غير إن هي قطعة أرض بتساوي ملايين، يقدر يستثمرها ويكسب من وراها مبالغ مضاعفة. ما عمر الحملة الآن؟ which remains بقى لها حوالي شهر ونص. حسني، هناك جانب آخر قد يكون طريف بالشكل على الأقل لهذه الحملة، وهو مجموعة من ليس فقط أبنية، ربما مجموعة من الأعمال الفنية، مجموعة من النصب التي ظهرت في مدينة بورسعيد. الطريف في الأمر هي الصورة بعينها، أعتقد أننا نراها الآن، أثارت الكثير من الضحك، ولكن أيضا لفتت الانتباه ربما إلى ما يظهر في شوارع بورسعيد من أشياء قد لا يتفق الجميع بشأنها. سأترك لك أنت أن تشرح الأمر. هي الصورة ديت لآخر أحدث ميدان اتعمل في بورسعيد، والصورة دي بتعكس فعلا الحالة اللي موجودة دلوقتي. يعني زمان بورسعيد كان الموجودين فيها، الأجانب الموجودين سواء فرنسويين أو يونانيين أو إيطاليين، كانوا بيتفننوا وبيبدعوا في تجميل البلد، في إن البلد تكون شكلها جميل. دلوقتي المسؤولين في بورسعيد أو المسؤولين في الحكومة المصرية بيبدعوا في تشويه البلد. يعني المثال ده او الميدان ده، او انا مش قادر اقول عليه النص التذكاري زي ما هم بيسموه، ما هو الا شيء قبيح. يعني انا وجهة نظري ان لازم يتم معاقبة كل من ساهم ولو بتوقيع او بخطأ في اتمام مثل هذا العمل. تصفه بأنه شيء قبيح، بس هذا رأيك حسني، يعني ربما هو شيء قبيح برأيك وبرأي كثيرين آخرين، بس برأي كثيرين آخرين جميل. ده مش رأيي لوحدي، ده رأي المهتمين بتراث البلد، المهتمين بحماية بورسعيد، ان ده لا يعبر اطلاقا عن او لا يضاهي الابداع اللي كان موجود في فتره من فترات بورسعيد. طب خليني ربما، وهذا يعني نحن نقترب من ختام اللقاء، خذني خطوة بخطوة على الإجراءات التي تتخذونها للفت النظر إلى شيء ما يحدث في المدينة، والخطوات التي تقترحون القيام بها. مفيش خطوات غير اننا بنتكلم، بنحاول نعبر عن راينا. كنا في الاول بنقدر نعمل وقفه احتجاجيه عشان نوقف هدم مبنى، عملنا قبل كده وقفه احتجاجيه عشان نهدئ نوقف هدم البيت اليوناني في بورسعيد. اللي حصل بعد كده ان تم عمليه تخريب في المبنى، ودلوقتي المبنى على وشك ان هو يتهد او يتم ازالته. المشكله الحقيقيه هي في الوعي المجتمع شايف ان حمايه التراث او الاهتمام بالتراث هي مجرد رفاهيه، لكن احنا بنبقى شايفين او وجهة نظري ان التراث هو مش رفاهية. التراث ده مهم جدا زيه الاكل والشرب. لما انا هصحى في يوم من النوم مش هلاقي بورسعيد اللي انا اتربيت فيها، مش هتبقى دي بورسعيد اللي انا بنتمي اليها. طب حسني، الملفت بالنسبة لي على الأقل أنه كل ما تحدثنا عنه حتى الآن هو أشياء من صنع البشر، أشياء ليست طبيعية 100%، لنقل بناء، تمثال، نصب تذكاري إلى آخره، بالظبط بالظبط. بينما أنت حصلت على جائزة من مجلة ناشونال جيوغرافيك في مجال الصور الطبيعية تحديدا، صح؟ خبرني عن هذه الجائزة، جائزة على مستوى مصر. مسابقة ناشونال جيوغرافيك السنوية بتعملها، بتنفذها مجلة ناشونال جيوغرافيك في مصر. أنا قدمت في المسابقة، كانت المسابقة في أواخر 2013، قدمت في المسابقة في فئة الصور الطبيعية. كانت صورة كنت أخدها، كنت مصورها في أسوان في مارس 2013 للبحر الغربي من أسوان. دخلت المسابقة وبالفعل في 2014 أبلغوني إن أنا أخدت المركز الأول، ولسه الخميس اللي فات بس رحت استلمت الجائزة. مبروك حسني، ولنرى إن كانت الله يبارك فيك، الحملة شكرا حملة جدا. What Remains أو Which Remains، حملة ما تبقى،
ستحقق نجاحات ربما. شكرا جزيلا لك حسني مسلم على انضمامك إلينا في أنا الشاهد. العفو، شكرا لكم.